السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة رحمة خضر من رياض مدارس جامعة الزرقاء، معلمة الصف السادس الأساسي لمادة اللغة العربية. موضوع اليوم هو حل أسئلة المعجم والدلالة والفهم والاستيعاب والتحليل. سأبدأ بحل أسئلة المعجم والدلالة صفحة 38، وسأقرأ السؤال الأول. أضف إلى معجمك: جديرين من جدرة، أي صار جديرا أي مستحقا. الرحبة أي الواسعة. عديم الاكتراث أي غير مهتم ولا مبالي. يعضد يقوي ويعين. التنوير الهداية إلى الحقيقة. ننتقل إلى السؤال الثاني: ما معنى ما تحته خط في ما يأتي؟ ألف: فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية. يريد السؤال معنى كلمة قدر. قدر هنا أي حجم. أما السؤال باء: طبخت جدتي الطعام في قدر كبيرة. معنى كلمة قدر هنا أي الوعاء الكبير أو الإناء. السؤال الثالث: استخرج من الفقرة الأولى ضد الكلمات الآتية، ومعنى كلمة ضد هنا أي الطباق أو العكس. عكس كلمة عام خاص، وعكس كلمة السلبية الإيجابية، وعكس كلمة مدخلاتها مخرجاتها. أما السؤال الرابع: جاء في رسالة جلالة الملك عبد الله: ولتجعلوا إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما. ما معنى كلمة عين هنا؟ ثم ابحث في المعجم عن معان أخرى لها. معنى كلمة العين هنا أي العين التي يرون بها، أي رؤيتهم لحقيقة ما يجري. أما المعاني الأخرى لكلمة عين: الجاسوس، النبع، الدينار، والسيد، وهكذا نكون انتهينا من أسئلة المعجم والدلالة. ننتقل الآن إلى حل أسئلة الفهم والاستيعاب والتحليل. السؤال الأول: وضح التحديات التي يواجهها الشباب. الإجابة: أنهم القطاع الأوسع في المجتمع، فمسؤولياتهم كبيرة، وأنهم سيجنون عوائد العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم، لذا فهم سيحملون نتائجها. أما السؤال الثاني: بين الأمور التي يريدها جلالة الملك من شباب الأردن. الإجابة: أن يكونوا على قدر المسؤولية وجديرين بحملها لبناء مستقبل الأردن الزاهر. أما السؤال الثالث: لماذا يستودع جلالة الملك الشباب مستقبل الأردن؟ الإجابة: لأن مستقبل الأردن أمانة في أعناقهم، ولأنهم غدو الوطن وأفاقه الرحبة، وهم قادة المستقبل. ننتقل إلى السؤال الرابع: ما الآمال التي ينتظرها جلالة الملك من الشباب في الجامعات والإعلام؟ أولا في الجامعات: أن تكون الجامعات منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الانغلاق. أما في الإعلام: أن يجعلوا إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما. السؤال الخامس: ما المسؤولية التي يشير إليها جلالته في الفقرة الأخيرة؟ مسؤولية بناء مستقبل مشرق للوطن والحرص على تطوره ونهوضه. وهكذا قد انتهينا من أسئلة الفهم والاستيعاب والتحليل وأسئلة المعجم والدلالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.